اللي بنعطى العرض ما بنطلب منه مال يعني. نسخة من مصحف الله مقدم البنت مؤخرها نسخة من المصحف جيرة الله على الحج. أنا أقدم لكم بنتي اللي هي بتسوى عندي كنوز قارون ومال سليمان هدية. أشرك ابنتي بشرى وأشرك ابنتي على مهر قدره كتاب الله وسجادة الصلاة. على مهر مهره قدره كتاب الله وسجادة الصلاة. زوجتك موكلتي آلات على سنة الله ورسوله وعلى مهره قراءة سورة الإخلاص، والله على هذا الكلام من الشاهدين.